مشاهدينا الأعزاء، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامج عزبتي. يسعدنا في هذه الحلقة أن نلتقي برجل له إنجازات من كبار المضمرين، عبد الهادي بن حسين البريدي. مساك الله بالخير عبد الهادي. مرحبا، الله يمسك بالخير ورضا. عبد الهادي، متى كانت بدايتك في سباقات الهجن؟ والله حوالي التسعين، 91 كذلك. عبد الهادي، ممكن تذكر لنا والمشاهدين الأبرقة متى أو ما أهم الهجن اللي مرت على عزبتك عبد الهادي؟ في هجن كثير، شيء نذكره وشيء من القديم، ومن أبرزها كانت عندي مكيدة حائل عندي كانت تسبق الأشواط الرئيسيات، وهجن والساعية، وكان عندي هجن بعد من أول من قديم. وهذيك أيام وتغيرت الأيام يا أخ محمد، بين يوم وليل، كلها بركات الله ثم بركات أولياء أمورنا الله يطول عمارهم، اللي هم حكام البلاد الله يدومهم. طوروا الريس بين يوم وليل واهتموا فيه، والشيء اللي وراه الحكومة هذا ينجح في 100%، والشيء ما وراه داعم خاصة من أولياء الأمور فهذا ما ينجح مهما تكون الحالة. وحنا نبغي حمد وشكر، نحمد الله ونشكره على نعمته اللي الله حيانا ذا الهواية اللي منها ناموس واجتماع مع مثلك وشرواكم مع رجال فيهم خير، واجتماع رجال كل منهم تقول انه كان كناقيهم من اقوى من فضل الله وكرمه، هذا بدون مبالغه. وكل يجيد كلامي عن الرئيس ما دخلها للرجال الشرفه ورجال فيهم خير، ما هذا من فضل الله وكرمه. عبد الهادي، انتاجك او تعتمد في الهجن على المشترى او على الانتاج اغلب؟ والله سنين مضت كنت في المشترى، والان من فضل الله من الانتاج احنا اهتمينا اكثر بعد ما شفنا تطور الهجن وتطور الريس. انا وغيري كل واحد تطور في حلاله قام ينتجه بركاب الطيبه، وهذا من فضل الله وكرمه. محمد، هل ترى ان سعر الهجن والمبالغ اللي وصلت لها الملايين، اسعار الملايين، هل ترى انها تجذب اكثر المشاركين للدخول في هذه الساحه؟ جذبت شريحه كثيره من المشاركين، وحن بعد نترجى من رجال الاعمال والرجال انهم بعد يشاركون لهم سهم، والحين من فضل الله وكرمه ما وايدين الناس اللي شاركوا، حتى ناس توهم بعضهم بادي والله وفقه في بدايته وتو جديد، واستغرب هذا بين يوم وليلة يجده مضمر وعنده هجن ويتنومس ويبيع بالملايين ويبيع بثمانية مليون عشرة مليون، شيء ما يحلم به يعني، وهذا من فضل الله وكرمه. أبو حمد، حن سنتجول مع حمد في العزبة داخل نشوف الهجن، ولكن أبو حمد هل تود أن تضيف كلمة للمشاهدين الأبرقة؟ أضيف شكر جزيل الشكر على اهتمامهم في التلقي مع المضمرين ومع أهل الحلال وبيان وجهة الريس على الناس اللي ما دخلوا الريس ولا ما جاوه في بيوتهم يشوفونه يتفرجون عليه وعلى الوضع كامل، وحن بفضل الله وكرمه مستفيدين أبشرك. العيال عند الهجن مفتكين من الفراغ، الفراغ هذا مشكلة يا أبو بريك، عند حلالهم ومع أهلهم ونافعينهم وشغلة شرف وشغلة نواميس وعلوم زينة ومع الرجال مثلك وشارواك، هذا من فضل رب العالمين وكرمه. أبو حمد، قبل أن نختم، كيف تشوف أو كيف شاهدت نتائج عزبتك في هذا الموسم؟ راضي عن نتائج؟ والله نحمد الله ونشكرها، بشرك فيه نتائج زينة، وحن عندنا بعد مهرجان في مناسبة اليوم الوطن 17/18/12 حن درهامنا بيصير 17/12 للمفاريد. في كل عام تقيم هذا السباق أبو حمد؟ السنة رابعة لنا. وأنت في كل عام تقيم في اليوم الوطني سباق؟ اليوم الوطني كتعبير واجتماع، وهذه بعد الجيل هذه حشوان الصغار توها أول مرة. نعم، حتى الأمارات بعضهم بيجينا يكلمون وجايين في الطريق، والسعودية من كل الجهات الدول. نعم، الدعوة عامة لكل اللي حضر، مرحبا به سباق اليوم الوطن، وحن رحب باللي يجون من أنحاء مجلس التعاون وغيرهم من إخواننا اللي حضر. محمد، قبل أن نختم أيضا بعد، كيف شاهدت جوائز هذه السنة موسم السباقات في دولة قطر؟ والله جوائز السنة متغيرة، وأفضل برنامجها أفضل طبعا من أول تذكر تمهيديات على 2000 وعلى 5، وهذه السنة ما شاء الله 20,000 على 15، وعلى واستفادوا بشرك المواطن ومشترى
بعد، وطول العمر ما قصروا في كل دوره بعد طوروها تطوير يعني تقول ما صار مثلها في أنحاء العالم للسنة دورة الشحانية. وهذا من جهد أولياء الأمور ورجال لجنة اللي بعد اللي تعبين عليها، وبيض الله وجيهم وجهك. بس قوية من المضمرين ومطايا قوية، بداية قوية، بس نطلب الله التوفيق إن شاء الله في درب الموسم إن شاء الله. والله توقيتات في تحسن، في كل سباق أحسن، كل سباق أقوى، كل سباق أقوى، ونطلب الله التوفيق إن شاء الله بإذن الله. حمد، أقوى الهجن المرشح في عزبتك ممكن تذكرنا اسمه؟ والله ما العالم كله قد شاف الأسامي القوية طلعت على الشاشة منها شديدة. والله شديدة إن شاء الله، مستعدة بإذن الله، وأنا ما تقصر إن شاء الله الموسم. وطرب والظبي والشامخ هذه مطايا إن شاء الله قوية إن شاء الله. والله أسامي 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 قوية قد يعني ملكناها، بس أحسن يعني وأفضل مطية جاتنا أقول عن الوالد يعني المكيدة، هذا الوالد اللي ملكها أول مطية جي عندنا، ودخول الوالد في الريس دخول أول دخول على مكيدة سنة 94 أو 95، وخذت سيارتين وبعناها مليون، وبعدها السامرية وبعدها الساعية وبعدها شغل أوسط وشاهين ومزاح، هذا كله الحمد لله استباعت وخذت سيارات الحمد لله. متواصلين مشاهدينا الاعزاء، حمد حدثنا عن اقرب واحده هذه على يمينك. هذه لطع عمرك الظبي، ولها سيارات، سيارتين ماخذ سيارتين، ومعروف الظبي بالسبق وسابقه في الشوط الرئيسي ومرشح ترشيح قوي، وان شاء الله نتامل ان شاء الله منها ان شاء الله هذه السنه انها ان شاء الله تروينا من انجازاتها ومن ادعم. سنها الحين حمد الظبي؟ سنها حايد. نعم. متى اخذت سيارات؟ في اي مرحله عمريه في السن؟ في الثنايا اخذت سياره في محافظه نعريه، واخذت سياره في ميدان الوثبه. اذا مشاهدينا الاعزاء تشاهدون الظبي على شاشه التلفزيون صاحبه سيارتين عادل احمد. اي نعم نعم نعم، صاحب سيارتين واشواط رئيسيه، وان شاء الله هذه السنه ان شاء الله في مفاجاه ان شاء الله بتشوفون الظبي ان شاء الله. يا ليت اخوي احمد تاخذ لنا الظبي للمشاهدين. إذا صاحبة سيارتين وين؟ في ميدان عيري حمد؟ في ميدان عيري نعم. أيضا؟ وميدان الوثبة. نعم. ومشاركتها السنة؟ حدثنا عن مشاركات. هذه السنة إن شاء الله في بدايتها إن شاء الله طيبة، وإن شاء الله نبغى منها أكثر بعد أكثر. إذا هذه الظبي صاحبة سيارتين من أبرز الهجن الموجودة في عزبة عبد الهادي بن حسين البريدي. أيضا حدثنا عن هذه طرب حمد؟ أي نعم. هذه طرب. نعم. يا ليت نشوفها محمد طرب. إذا تشاهدوا مشاهدينا العزيز طرب، حدثنا أخوي حمد عن إنجازات طرب وعن سلالة طرب. والله طرب الله طال عمرك أبوها موفق جابر بن حسين. نعم. وأمها الله طال عمرك من إنتاج واحد من الجماعة. وطرب الله طال عمرك غنية عن التعريف، لها يعني عديد من السبق في الأشواط الرئيسية وكسر الأثيام. وطرب إن شاء الله لها إن شاء الله حظ ان شاء الله، حظ ان شاء الله في هذا الموسم ان شاء الله، وبدايه خير ان شاء الله طرب، وان شاء الله انها تبشرنا بالخير باذن الله. قلت انتاج عندكم طرب؟ انتاج عند واحد من الجماعه. نعم. انت مشتريها ولا وداع؟ لا والله مشتريها واحد من الجماعه حاطها معي. نعم. والحين انتقل ملكيتها لي شخصيا. نعم. ان شاء الله باذن الله ان شاء الله انها تفرح للموسم. أتمنى لك التوفيق. وشاهد شديدة، أنا أعرف شديدة حمد، حدثنا عن شديدة وعن سلالتها. شديدة لطول عمرك حمد خاتم
فلها عديد من السبق منها فساد شواط رئيسية. في رصيدها سيارة طول عمرك وشديدة من إنتاج الباز، وأمها طول عمرك مصيحة. وشديدة لها بعد منافسات قوية في الشوط الرئيسية، وانتظروا إن شاء الله مفاجأتها. منتاج عندك شديدة؟ لا والله منتاج واحد من الجماعة وأنا شاريها حواره لطول عمرك. نعم. إذا من إنتاج الباز. نعم. نعم. إذا أحمد كيف استعدت حمد لهذا الموسم؟ إذا أنت مشي في العزبة. والله استعداد مطلوب من كل مضمر. نعم. هذا الموسم. وكل موسم بعد لنا استعدادات وكل له يعني طموحات وله استعداد الخير، كل مضمر له يعني استعداد. حمد هل هناك علف خاص لهجن الركض عندك في العزبة؟ والله الأعلاف كل عزبة فيها علف خاصة. نعم. وهذه لطع عمرك سر المهنة. مشاهدين الأبرقة مشاهدين التلفزيون، الهجن لها علف خاص يختلف عن إبل الإنتاج، صح يا حمد؟ اي نعم. مثل الجت، مثل الشعير، مثل الفيتامينات. اي نعم هذا شيء اكيد. وهل تعتمد بعد ايضا على دكتور عندك في العزبه حمد؟ هل متعامل مع دكتور او؟ اكيد نعم، كل واحد هل نعم للدكتور يعني يكون مرتاح له. لكن متى تفحص حمد؟ كل شهريا ولا كل فتره ولا بعد كل سباق ولا كيف؟ والله الفحوصات يكون يعني في كل فترة لها فحوصات، يعني مثل أسبوعين أسبوع ونص لها فترة يعني لطع عمرك، ولا لطع عمرك يفك له يشارك مطية ولا يفحم له مطية قالي عنده سبوق خابر إنها سبق ويشوف إنها تعبانة، هاي فحصها شو علومه شو أخبارها، أما الدم زايد ولا ناقص ولا حديد ناقص ولا زايد. نعم ثم يعالجها. نعم. أخوي حمد أنت تعتمد على الفحوص وعلى كلام الأطباء ولا على الطب الشعبي والكي وهذه الأشياء؟ والله الله يطول عمرك محمد، حنا بدو ونعرف الحلال ونعرف يعني بدون ما يجينا دكتور احنا نعرفها، صار عندنا خبره يعني مثل سنين. نعم صار الواحد يعرف المطيه هي مع نقصات هي لا، بس احنا يعني الدكاتره هذا طول عمرك يقول زياده علم بعد. الفطامين نبغيها في عزبه بروحها لان لها ترتيب غير ولها سنه غير وسرحة غير وكل شيء، طعام غير كل شيء غير. الفيتامين للصغار سن الصغار. نعم الفيتامين اللي عمرها سنة تقريبا، اللي عمرها سنة. نعم زين. أكيد أبو أكيد أبو عبد الهادي أكيد الفيتامين لها سرحة غير ولها يعني مسافة أقل. إي نعم أكيد. وطعام أقل بعد. إي نعم فيتامين كل حدثنا عن الفيتامين الموجودة في العزب. والله هذه الله عمرك عندي أنا إنتاج جديد تونا جايب هالسنة، له إنتاج بعيري الباز البديع، له إنجازات صاحب بندقية فضية وصاحب التيم اللي للحين هو صعب إن يجيبه. من مسافة كم وكم التيم؟ من مسافة 6 كيلومترات جاب 9 و11. أبو هذا الحشوان موجودة. هذا الحشوان لطع عمرك وله إنجازات وله أشواط رئيسية عديدة، وبديع لطع عمرك من سلالة بديع حمدان بن راشد المكتوم، وأمه لطع عمرك من شهير الكليدي، وإنتاجه يعني طلع الحمد لله رب العالمين مميز جدا. من هذا لطع عمرك هذه اللي تشوفون اللي على الشاشة، هذه بديع لطع عمرك صاحبة أفضل توقيت للحين ما تسجل الشحانية دقيقة وثمانية ثلاثين، وأنا من مسافة كيلومتر، وأنا جايبها من ميدان الجزيرة في السعودية، وهناك شاركتها مرتين ولا ذاك تهزيم هناك، وجبتها شاركتها هنا مرة واحدة وكسرت التيم للحين، وبدي إن شاء الله ما ذاك تهزيم ولا ذوق إن شاء الله هزيمة بإذن الله. زين محمد. إذن هذه إنتاج بديع بيركم. إيه نعم. زين وأمها سلالتها؟ أمها لطع عمرك بنت الغاهر، شارينها من الامارات. نعم. إيه نعم. حدثنا عن الهجن الموجوده بعد الحشوان الموجوده احنا. هذه لطع عمرك الرماديه. نعم. هاي بنت الرمادي. نعم. بعير 10 ايام، وامها لطع عمرك منتج. نعم. امها ما اعرف اشتريتها الشيء بس اعرف انها مهجنه عند واحد من الجماعه شريتها لطع عمرك تحت امها حواره. نعم زين. الرمادي ابوها الرمادي حدثنا عن انجازاته او
والله انا يعني ما انا بخبير يعني عن انجازات الرمادي من الرمادي، بس البعير سابق وله انجازات ومعروف وله وله يعني هجن يقول انها طلعت عليه بقره راحت اظن في الطائف 1,200,000 وما ادري كم يعني. اي نعم البقره اصلا عجبني شكلها، لو ابوها ان شاء الله مو معروف البقره عجبني شكلها. اي نعم شاريها تحت المحضره. حدثنا عن الاخرى الموجوده هناك الثالثه. هذه بعد انت هذه انتاج بتيع بعيرنا. نعم هذه البقره جت ثالثه جت ثانيه على الشاشه. اي نعم زعيمه امها سودانيه وعادها يعني ما بعد يعني جهوز لا نابغي، وان شاء الله اني ان شاء الله نتامل منها اكثر واكثر. وهذه لطع عمرك اللي علمين، هذه امها لطع عمرك من امها على براقه نبوذه ولها انجازات امها. عندي انا مخرج سيف الحقائق بالشوط الرئيسي ولها الله يطول عمرك انجازات امها ونتجتها وضربتها ببعير بديع جابت هذه البخره، والبخره اللي يطول عمرك اول مشاركه لها سبقت، ثاني مشاركه سبقت بعد ولها انجازات ان شاء الله باذن الله انها ان شاء الله تروينها ان شاء الله اكثر اكثر. نرجع الى الرماديه، الرماديه ما شاء الله شكلها جميل وادائها جميل، مشاركه الرماديه عد علي مشاركه الرماديه لكي استوعب. الرماديه طال عمرك غاليه عندي للحين ما شاركتها، بس انا افحمها كتفحيم مع وشاد تسريد مع تفحيم مع حشوان اللي معها تسبق الحشوان اللي قد سبقت هنا، وان شاء الله شيء طيب منها ان شاء الله، وانتظر مفاجاتها ان شاء الله في تاريخ 17/12 في يوم الوطني. نعم السباق لطع عمرك مهرجان اليوم الوطني الرابع 17/12 هذه سنويا نحط مركز الفطامين. نعم اذا نواصل مشاهدين الاعزاء، مشاهدين شاشه لبرقه ومشاهدين برنامج عزبتي، نعود ابو عبد الهادي الى الظبي والى شديده والى طرب. نحن الآن أبو عبد الهادي على اعتاب سباق سمو المستشار الخاص لسيدي سمو أمير البلاد المفدى، كيف استعدت الثلاث التي نراها الآن على شاشة التلفزيون أبو عبد الهادي؟ والله استعداد إن شاء الله طيب في بداية الموسم، هذا الموسم الله إن شاء الله يوفقنا ويوفق جميع المسلمين في هذا السباق. استعدادات إن شاء الله طيبة ونتأمل من الله إن شاء الله الخير التوفيق إن شاء الله في هذا الموسم إن شاء الله. زين ابو عبد الهادي، هل هناك استعداد خاص لشديده او لطرب او للظبي في المشاركات الخليجيه؟ اكيد هاي اكيد المستعدات الخليجيه هذا طول عمرك هذا شيء اكيد في مجال الهجن لازم نحن يعني نشوف نشارك في ميادين ونمثل دولتنا قطر في ميادين الخليجيه. طيب حمد، هل تواجهكم صعوبات في الحدود وانتم تسافرون تنقلون بالمراكز؟ هذا اللي انا بتكلم عنه منذ فتره طويله. هذا عمرك انا الوحيد اللي يعني اللي قد واجهت في المراكز في مراكز الحدود. هذا لطع عمرك احنا الحمد لله رب العالمين مجلس تعاون، ومفروض ان يصير مجلس تعاون يصير فيه يصير تعاون بين الخليج، ما يصير يعني بس اسم تعاون ما في تعاون. هذا طول عمرك المراكز هذه هجن وكائنات حيه يعني حساسه. وامس طول عمرك حملت المطايه من السعوديه الى قطر من الساعه 7 الصبح. من كم؟ من الساعه 7 الصبح. من وين محمل؟ محملها من السعوديه من ميدان الجزيره. الساعه 7 الصبح. الساعة 9 في الليل منزلها أنا الشحنية. إيش سبب التأخير؟ والمسافة بين الجزيرة مدى الجزيرة يمكن 400 كيلو 300 كيلو. الجزيرة اللي شرق الحساء في السحب المملكة العربية السعودية والمنطقة الشرقية لمشاهدي الأبرقة معروف في ميدان السحب. نعم. إيه نعم معروف. وعندنا مفروض أنها 4 ساعات 5 ساعات كلنا. كم المسافة؟ 250 كيلو. 250 يعني من الدوحة، بس أنا أقول هنا 350 400. فمن الساعة 7 الصبح حملها هناك. الساعة 9 في الليل منزلها هنا. لو ما في حدود مراكز حدودية متى بتوصل هنا؟ توصل الساعة 11:30 10:30 الصبح. نعم. يتحمل الساعة 7 هناك، الساعة 10:30 تكون هنا. لو ما في مراكز حدودية. لو ما في مراكز. سبب التعطيل أبو شهاب ممكن تشرح لنا؟
والله تعطيل في كل سفرة لها تعطيل غير مرة جيب ورقه من الميدان انت رايح له خالي انا اقتري وراح لبلادي انا بشارك في ميدان الشحانية وراجع ولا بروح مين بترقل هذا هجن مفروض ان يصير فيه لطع عمرك تعاون بين الدول كل دولة عارفة فيه سباق هجن مفروض ان السباق الهجن لطع عمرك ان هذه حق سباق الهجن خلاص تكون اجراتها ماشية اذا حمد التأخير بشكل عام من جميع المراكز يعني ما في مركز معين يعني الحدود انت تطلب ونتمنى صوتك يوصل للمسؤولين في هذه المراكز الحدودية وايضا نناشدهم بتخفيف الاجراءات على ملاك الهجن هذا ما تريد ان توصله ان شاء الله انا اتمنى ان يوصل لهذا الخبر للمسؤولين الجهات المختصة لهذا الشيء لان لطع عمرك انا قد حاولت انا الايام اللي فاتت هذه اني اكون يعني انا اكلمهم ولا اطلب شكوى ولا شيء ولا اروح وين والهجن حمد بوجهة نظرك الهجن تتاثر بهذا التاخير اكيد تتاثر في قعود عندي لطع عمرك ما قام اليوم عقب ثلاث ايام اربع ايام هذه مشكله حمد بارك لطع عمرك من عقب العقال عقب الفقار لطع عمرك قعود غالي مسيوم عندي امد هذه 140 مسيوم عندي وغالي عندي ولا بيع بعد الايام هذه وهذا بارك لطع عمرك حتى للحين هم مستعد للسباق الجاي لان لطع عمرك هذا شيء مو زين يا اخي راح تشاركه ولا راح اشاركه وسبب التاخير في سياره النقل وما ادري هو بحي ولا ما حي بعد لطع عمرك هذا شيء مو زين لان لطع عمرك في مثل القبص وتخيل يا محمد واخواني المختصين بهذا الشيء القبص لطع عمرك تقعد فيه 8 ساعات 9 ساعات لا والمطية بعد يعني مطية الرش بتكون في وضع غير طبيعي مربوطة وكذا مربوطة وحط عليها ثامة وحط عليها برانيس وحط يعني مكتومة كتم من النفس كله والله يهداهم رب العالمين اخواننا الموظفين الواحد كأنه لطع عمرك في غرفته ولا كان لا مسدح لطع عمرك ولا دخل عليه الواحد فكأنه يطر منه كان دخل عليه بيته الا طع برا ولا ما يسوي يعني تجديد الاجراءات الغير طبيعية والرجاء من الجهات المختصة والمسؤولين أن يراعون هذا الشيء من لشعبهم وللهجن يا أخي شيء مشكلة حرام يا أخي على لا وبعد حمد تحصل فيها بعد الهجن بمبالغ خيالية يعني بالملايين في هذه السيارة فيعني تسهيل الإجراءات أفضل من تأخير أكيد هذه تسهيل أكيد خير نعم وشيء ثاني حمد بالنسبة للتنقل ما دامنا نتكلم في التحميل والتنقل ميدان إلى ميدان ومن دولة إلى دولة هل ترى أن الهجن الصغير يؤثر فيها التنقل ولا عادي يعني مثل الكبير؟ أي نعم السن الصغير لطع عمرك يكون خايف من أي شيء يعني يقوم يطيح ويتذرع وقلت خبرة صادق يا محمد المطايا الكبار لطع عمرك من كثر ما تحمل لطع عمرك ما تقوم لا شيء لو ما تعقل وما تفقل عادي اي نعم تكون مهيئة للتحمل وتعرف الشيء هذا تعرف هذا الشيء وقد حملت وقد يعني عندها خبرة حمد تنصح المشاركين والمشاركين في السباقات يحملون قبل الرس بكم يوم بما انك صاحب خبرة وحققت مراكز متقدمة قبل السباق يعني اكون جاهز في الميدان اللي بسابق فيه قبل السباق بكم يوم والله في كل ميدان له وقت في ميادين لطع عمرك ودك انك تفحم فيها قصر وفي ميادين ودك انك تجيها في ليله المركاض وفي ميادين ودك انك ما تطول فيها وليش الاختلاف هذا والله اختلاف في الاجواء واختلاف في الارضيه كيف نعرف نحن كملك هجن هذه التفاصيل ما يعني في ميدان يبغيك تنزل ليله الركض ميدان قبلها باسبوع ميدان كيف اعرف انا مالك هجن هذه النظريه هل الارضيه يعني لها دور او الاجواء طبيعيه والله الأرضية هذا ما نعرفها والهجن ما نعرف عنها شيء عن ولا من كلام الملاك الآخرين لا أنا بالنسبة لي أنا يا حمد أنا ما أسمع الكلام من ضمن الباقيين بعض الناس يعطيك كلام صحيح بعض الناس يبغيك تروح فيها بس والله طال عمرك أما بالنسبة لي أنا يا حمد أنا جربت في كل ميدان جربت في أي شيء مرة حملت ليت مركب مرة حملت قدام القصر يوم مرة قصرت وحملت الحمد لله رب العالمين وكل الامور ماشيه ان شاء الله هي اكيد ماشيه الهجن عطى يا رب العالمين اكيد ماشي مره زين حمد في هجن تركض اليوم ركض ممتاز الاسبوع القادم ما نشاهدها او السباق الثاني يقل مستواها السبب بوجهه نظرك هاي يختلف الاشياء هذه تختلف في المطية لياقه المطيه ان كان ما عندها لياقه وركضت هذا الاسبوع وسبقت اكيد الاسبوع الجاي ما تجيبك مركض انت تبغي اما قد لياقتها فول وركضت المركض هذا سبقت
السوق جاي عادي ما عنده مشكله لان لياقه تفول ما تاثرت السوق اللي فات. سنخرج عن موضوع الحلقة قليلا، رأيك يا حمد في المنشطات والمستخدمين؟ والله المنشطات والمستخدمين هذا وضع عمرك، الرجاء 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 أن ينظرون هذا الشيء من المنشطات، يكون عقوبته مو بهذه العقوبة، هذه وضع عمرك ماشية. أنا يا حمد إذا حطيت منشط بحطه بسم الله صادوني، بحطه بسم أخوي خروح، وإذا أخوي صادوه بحطه. أنا الحمد لله أربع أخوان تسعة بغدي يعني تسع سنوات الحمد لله رب العالمين، تسع سنوات بنشط وبروح، حد بسيد حد ما سيدين. بس انا الرجال طول عمرك انه يكون العقوبه مو بهذه العقوبه، هذه ماشي هذه عقوبه ما 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 تمشي ما ترجع. نعم انا ارجو من الجهات المختصه طول عمرك انه يكون العقوبه اشد من هذه. اما طول عمرك يحلق بطاياه كلها ولا يحط عليها وسم على حلوقها، ولا طول عمرك يشوف اي شيء ولا رصاصة، هالرصاصة لو عمرك أنا هذه شيء زين والله، الرصاصة لو عمرك لا فضيحة ولا شيء، ولا يجي عند تحضير شو الرصاصة كم يا رصاصة رد المطيط، هذه منشطة هذه محرومة. نعم هذا لو عمرك إذا سوى هالشيء بينجح معهم بيصير، وإذا صار فيه عقوبة يعني شديدة بيرجع الناس ولا حد منشط وكل بيغدي طبيعي. لأن طبعا في ناس يحطون منشطات، أنا بالنسبة لي الحمد لله رب العالمين أهم منشطة ما أعرفها، ونشارك مطيانة طبعا عمرك يسوقوا ناس منشطين ويسوقوا سبق. يا أخي مو بسوق مطيانة، إحنا خابرينهم في مطايا خابرها أنا، ما بسوق مطيتي أنا مر عليه سبق منشط زين. حرمان بعض المشاركين من دول الخليج وسمح لهم بالمشاركة في قطر، وأيضا البعض يحرم من قطر ويشارك في دول الخليج، ما رأيك في هذا الموضوع؟ والله الرجاء أن يكون هناك اتحاد، ويكون هناك يعني تطبيق قانوني لطول عمرك بين ميادين، بين اللي يحرم في قطر يحرم في الإمارات والسعودية والكويت، واللي يحرم هناك يحرم في كل مكان، علشان لطول عمرك يعني خلاص ما عاد ينشط. حتى الابره هذه ما يحطها في عزبته، ما يدخل في عزبته، حتى علاج يكون يحاسب بينه وبين المركض. والرجال طول عمرك يكون فيه ماكينه طول عمرك تبين انت معطي وش، يعني معطي ابره التهاب، انت معطي ابره اي شيء علاج مطيتك ولا شيء، هذا شيء طبيعي. اما منشط منشط يشوف ماكينه تطلع انك منشط شيء منشط يعني، هذا صح يحرم. اما اللي معطي مطيتي عنده مكوي على فضل، انا عندي مطايم كوي على فضل ما مشاركه مسار لاني اعتبر التهاب، وانا خايف من لو ما ابغى سيارته ابغى شيء، اهم شيء سمعتي بين نحن حمد الحمد لله الحمد في دوله قطر بالدعم المتواصل من سمو سيدي امير البلاد المفدى وولي عهده الامين والمتابعه الدائمه من المسؤولين في هذا المضمار وفي هذه الدوله، وبرئاسه طبعا سعاده الشيخ حمد بن جاسم اقاموا ميدان او مركز تحليلي مختص في كشف المنشطات. وأرى طبعا سألت العديد من الجمهور يعني يرون أن هذا المعمل يحد في كثير من استخدام المنشطات، ما رأيك حمد؟ والله نشكر أولاة أمورنا على الدعم اللامحدود السنوي، ونشكر سمو الشيخ حمد بن جاسم بن فيصل الثاني رئيس اللجنة، وناصر بن سعود الشافي مدير لجنة ولجان المختصة، وعلى هذا الدعم اللامحدود والاهتمام في مجال الهجن. وهذا الله عمرك نبغي منهم أكثر وأكثر، ونبغي من الله عمرك ينظرون في الكلام اللي قلته عن المراكز وعن الفحوصات وعن التعاون بين الميادين، بين يكون المحروم من قطر ما يشارك في أي ميدان في مجلس التعاون، واللي محروم في الإمارات ما يشارك عنده هنا، واللي محروم الكويت يعني يصير تعاون علشان يرجع الناس من التنشيط ومن الشيء الحرام. يا أخي أنت سبقت أنا وأنا منشط شيء حرام. إذا مشاهدينا الأعزاء ما زلنا متواصلين مع حمد بن عبد الهادي البريدي. حمد هل من كلمة أخيرة لمشاهدي موقع الأبرقة؟ نشكر القائمين على هذا الموقع، ولا ننسى نشكر سمو الشيخ حمد خليفة الثاني أمير بلاد المفدى ولي عهده الشيخ تميم بن حمد بن خليفة الثاني ولي عهده، وعلى هذا الدعم اللامحدود السنوي لمجال الهجن. وكمان ولا ننسى موقع الأبرقة
نشكر القائمين عليه، رئيس التحرير عبد الله بن مطر بن ضابط الدوسري، واخوي محمد بن بريك المري، والكادر التصوير. لا شكر على واجب اخوي حمد، وهذا واجبنا. اذا مشاهدينا الاعزاء، كانت هذه الحلقه من عزبه عبد الهادي بن حسين البريدي، وكان معنا من داخل العزبه حمد بن عبد الهادي البريدي. هذا كل ما لدينا، نتمنى ان نكون قد وفقنا في نقل أحداث وتداعيات هذه العزبة، ونتمنى أن نكون قضيتم أوقاتا طيبة وسعيدة معنا حتى الملتقى في عزبة أخرى. دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.